تحت عنوان النكبة في أرشيفاتنا الشخصية يقدم المتحف الفلسطيني عرضا خاصا لفيلمين قصيرين أنتجهما بمناسبة ذكرى النكبة. أحد الفيلمين يعرض مجموعة من الصور من أرشيف المتحف عن حياة الفلسطينيين قبل النكبة عام 1948 في محاولة لاستحضار تاريخهم اليومي والشخصي بغناه وتنوعه خلال تلك الفترة قبل أن تسلبهم النكبة حياتهم العادية. نتابع. ونرحب معنا من رام الله بالدكتورة عادلة العايدي هنية وهي المديرة العامة للمتحف الفلسطيني. أهلا بك معنا دكتورة عادلة. إذا تابعنا الفيلم الأول وهذه الصور التي تبقى شاهدا على تلك الحقبة على تاريخ الأرض والشعب، هل لك أن تخبرينا لو سمحتي عن الفيلم الثاني؟ شكرا للاستضافة. نحن أنتجنا فيلمان، نحن أنتجنا هذا الفيلم وبالمناسبة بلغتان، باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، وأنتجنا كذلك فيلم هو عبارة عن مقابلة مع العازف سمير جبران اللي بيحكي فيه عن جدته. بس بحب أحكي عن هذا الفيلم اللي بالمناسبة الموسيقى اللي بتسمعوها هي كذلك من الثلاثي جبران. هلا الفيلم هذا المهم انه اذكر انه احنا انتجناه العام الماضي بمناسبه ذكرى النكبه العام الماضي، لكن بسبب القيمه المعرفيه والجماليه اللي بيحملها هذا الفيلم قلنا هذا الفيلم مش فيلم موسمي فقط عشان نحكي فيه عن ذكرى واحده، مهم انه احنا نعرضه. كذلك عرضناه بهذا يعني اعدنا عرضه في شهر حزيران هذا الشهر، لانه النكبه هي لم تحدث فقط في شهر ايار في 1948، لكن اصلا حتى في ال 48 في
شهر حزيران كانت توجد أحداث ومجازر، وطبعا إحنا كلنا نعرف أنه النكبة مستمرة من 47 لغاية يومنا هذا. أما بالنسبة للفيلم، للقرار الجمالي خلينا نقول أو الإخراجي للزملاء الذين أخرجوا الفيلم، الزميل حارث يوسف والزميلة حنين صالح، هو كان أنه اختيار صور من أرشيفات المتحف. فلدينا أرشيفات كثيرة على موقع PAL Archives و PAL Journey، فهم اختاروا هذه الأرشيفات، هذه الصور، وتم إخراجها بطريقة تحكي فيه قصة. المهم أنه مش إحنا بنحكي أحداث النكبة من مجازر وتهجير ومعارك التي نعرفها، ولكن بالتركيز على بتر الحياة، الحيوات التي كانت مليئة من الأمل التي تم قطعها بسنة 48. فنحن نركز على جماليات وإمكانيات الحيوات. نعم بالفعل، وبدا هذا جليا من خلال هذه المحطات التي ينقلها الفيلم عن هذه الحياة الفلسطينية آنذاك. على كل، استعنتم بالأرشيف الشخصي لفلسطينيين لمواطنين، ونعلم أن هذا الأرشيف وما يمكن أن يحتويه من وثائق قد يكون أولوية بالنسبة للتاريخ وبالنسبة للنضال. هل في بالكم التوسع أكثر في هذا الإطار، بمعنى في هذا الأرشيف؟ إحنا لدينا حاليا مشروع اسمه الأرشيف الرقمي، موجود على الإنترنت، الكل يعني يمكن أن يطلع عليه وانه يفتح حساب مجاني ليتصفح ويخزن ارشيفات معينه. الموقع اسمه palarchive.org او palarchive.org بالفرنسي او بالانجليزي. هو المواد فيه موجوده بالعربي وبالانجليزي، موجود منذ 3 سنوات ونحن نطوره باستمرار، وهذا غني جدا. وانا بحب احكي للمشاهدين انه الارشيف طبعا هو مهم بالنسبه لحفظ الذاكره الفلسطينيه، هو مهم للباحثين، للاكاديميين ان كانوا جامعيين او طلاب مدارس او طلاب معاهد، متاح بشكل مجاني كامل ومفتوح. المهم انه ربما يعرف البعض أنه الاحتلال الإسرائيلي لما اجتاح لبنان في سنة 1982 قام بتدمير عدة ونهب أرشيفات فلسطينية ورقية. فنحن بالنسبة لنا كثير مهم أن يكون في أرشيفات على الإنترنت، عشان إذا اختفى الورق بضل القيمة الرقمية. وكثير مهم بالنسبة لنا هذا الكلام، لأنه إحنا عم نكتشف أنه مع مرور الزمن للأسف والأجيال في ناس كثير وللأسف من العرب الذين يجهلون تاريخ فلسطين ويجهلون الواقع الفلسطيني. فمن خلال هذا الفيلم الجميل، الفيلم الفني الذي يحمل جماليات سينمائية وبصرية عالية، نحن نقص قصة مجتمع غني متقدم. طيب. يعني مجتمع من القرن العشرين تم بتره ومحوه عن الكرة الأرضية سنة 1948، ولكن يأبى إلا أن يعيش. نعم، باختصار شديد لو سمحتي، وكما قلت قبل قليل، محاولات الاحتلال مستمرة لمحو الذاكرة الفلسطينية، ذاكرة المكان وذاكرة الزمان. كيف يمكن لهذا الأرشيف أن يشكل صمام أمان، يعني دليلا على الحقيقة، وكيف يمكن الاستعانة به؟ هذا السؤال كثير مهم. اللي بحب انوه له انه هذا الارشيف هو ليس ارشيف بالمعنى اللي احنا بنفكر فيه، ملفات واوراق رسميه، هو ارشيف ما نسمي نحن التاريخ من الاسفل. فهي في ارشيفات عائليه، في ارشيفات تعاونيات، في ارشيفات جمعيات، في ارشيفات مسارح، في ارشيفات اسرى، مراسلات اسرى مع عائلاتهم. كل هذه الاشياء هي ارشيفات الشعب الحي، يعني فهذا يعني متاح للكل، وأي شخص عادي يمكن أن يتماهى مع الأرشيفات من صور، مواد ورقية، مذكرات، كتب، رسمات. في عندنا كثير أرشيفات لفنانين بالمناسبة. نعم. فهذا أرشيف حي، ما فيش مجال للتلاعب فيه أو التشكيك فيه. شكرا جزيلا لك من رام الله على هذه المشاركة، الدكتورة عادلة العايدي هنية، المديرة العامة للمتحف الفلسطيني.